المتسابق الثاني أيوب بن عبد العزيز الوهيبي من الفرع الأول من منطقة القصيم. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وذلك برواية هشام عن ابن عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا يحسبن الذين قتلوا ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أعد الآية ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا يحسبن الذين قتلوا ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة
السؤال الثاني: اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وذلك بقراءة الإمام ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. أم حسبتم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه وتعالى عما لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. السؤال الثالث برواية الدوري عن الكسائي: اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. Yes.
ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما. تنبيه يا أخي يا دكتور. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قرأت صح. قل لو كان معه قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالي عما تقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذينهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبيرهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا.
السؤال الرابع برواية خلف عن حمزة بالسكت وترك الغنة، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أيوب السكت على المفصول، ها السكت على المفصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا لا يستطيعون. ويوم نحشرهم جميعا بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا سحر وقالوا ما هذا إلا سحر وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وما سمعنا
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل السؤال الخامس والأخير برواية قالون عن نافع وذلك بوجه التوسط في المنفصل وصلة ميم الجمع اقرأ من أول سورة الممتحنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم تؤمنون
خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم حسبك.
صلة الدراية. السؤال الأول: أشار الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في باب ذكر الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين في كتابه التيسير إلى حكم إدغام التاء في الطاء في قوله تعالى: ولتأتي طائفة، وأن ابن مجاهد يرى الإظهار لأنه معتل، وغيره يرى الإدغام لقوة الكسرة، فبماذا قرأ؟ قرأ الإمام الداني رحمه الله تعالى بالإدغام على وجه على قراءة الإمام مجاهد رحمه الله تعالى. وقال الشاطبي: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهللا. قرأ بماذا؟ بالإدغام. السؤال الثاني: من القائل القراءة سنة؟ من صاحب هذه القولة؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. السؤال الثالث: أنا أعطيت هو نفس المشكلة ترى في السؤال السابق. السؤال الثالث: السؤال الثالث: أذكر الأبيات الدالة على أحكام النون الساكنة والتنوين من متن الشاطبية. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكلهم بينمو أدغموا مع غنة. على حسب، لا تستعجل.
وكل بينمو أدغم مع غنة وفي الواو واليا دونها خلف تلا وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا وعند حروف الحلق للكل أظهرا ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. أكمل. باب الفتح والإمالة بقي بيت. وعند حروف الحلق للكل أظهرا ألا هاج حكم عم خاليه غفلا وقلبهما ميما لدى البا وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. السؤال الرابع. نعم. السؤال الرابع في باب ذكر الهمزتين المتلاصقتين في كلمة أشار الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله إلى مذاهب القراء إذا اختلفتا الهمزتان بالفتح والضم وذلك في ثلاثة مواضع فما هو مذهب قالون فيهن؟ مذهب قالون هو تسهيل الهمزة الثانية والإدخال بينهما. السؤال التالي من أول من اقتصر على القراء السبعة المشهورين؟ الإمام مجاهد رحمه الله تعالى. السؤال التالي ما الشاهد من متن الشاطبية على قراءة الإمامين نافع وابن عامر في قوله تعالى من أمركم مرفقا؟ وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه. السؤال التالي السابع ما هي مذاهب القراء التي أوردها أو التي أورد ذكرها الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في باب ذكر الهمزتين المتلاصقتين من كلمتين وذلك إذا اتفقت الهمزتان بالفتح كما في قوله تعالى جاء أجلهم؟ للإمام أبي عمرو الداني أبي عمرو البصري إسقاط الهمزة الأولى وقالون والبزي وافقاه في الفتح والإمام ورش وقنبل ولهم الإمام قالون والبزي لهم الإسقاط في الفتح والتسهيل في غير الفتح أو الإبدال والإمام ورش وقنبل لهم تسهيل همزة. يعني من هم أهل الاختصاص في هذا الموضع أو هذا؟ أهل سمع. ويقرأون من رتب الإجابة.
أبو عمرو يسقط الهمزة الأولى، يقرأ بالإسقاط في في المفتوحتين وفي كل الباب، في هذا النوع فقط في المفتوحتين. نعم. الإمام أبي عمرو يسقط الهمزة الأولى، وقالوا للبزي يوافقه في الفتح، وقال وورش وقنبل لهم التسهيل. كيف هيك؟ السؤال الثامن: ما سبب اشتهار القراء السبعة دون من فوقهم؟ أنهم أئمة مشهورون في القراءة، أجمع أهل الأمصار على أمانتهم وإتقانهم وعظم دقتهم وأمانتهم، فجعلوا لكل مصر إماما فاشتهروا بهم دون غيرهم. دي بعد. السؤال التاسع: تفضل دكتور سالم. ظهر عندك السؤال التاسع. ما ظهر؟ دكتور سالم. أنا ما ظهر عندي. مهندس ما اكتمل السؤال عند الجميع. شوف النت عندي قوي النت. السؤال التاسع: أذكر حكم الرائي في قوله تعالى: بشرر لورش، مع ذكر شاهدها من متن الشاطبية. وفي شرر عنه يرقق كلهم، ليس فيها إلا الترقيق قولا واحدا. السؤال الأخير من أسئلة الدراية: من الأبيات أذكر ما استثناه الناظم الإمام الشاطبي رحمه الله للسوسي من حكم إبدال الهمز الساكن، أذكر المستثنيات من هذا النوع.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: تسؤ ونشأ ست وعشر يشاء ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربعين وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا. أحسنت، بارك الله تعالى فيك.